بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي الكريمات، معكم أم واليا. إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن أحوال. اليوم إن شاء الله راح نعمل مع بعض صابون السائل تاع المشينة تاع الملابس. طبعا كامل نعرفوا الدنيا غالية، والواحد لازم دايما يشوف طريقة التوفير، وماشي برك التوفير، حتى اللمعان والنظافة نتيجة هايلة. إذا عندنا طرف صابون حجرة، زوج كيسان خل أبيض، مغرفة بيكربونات، زيت عطرية، وصابون زوج كيسان تاع صابون المشينة سائل، وخمس ريتلات تاع الماء. إذا نبشر الطرف تاع الصابون كامل، نحط له زوج ريتلات تاع الماء مغلي، لازم يكون سخون مليح. ونخليه حتى يذوب كامل الصابون. بعد ما ذاب كامل الصابون نخلطوه بالخلاط او بالفويه باش نتاكد بلي الصابون ذاب. من بعد نزيد 3 لترات تاع الماء، كنا درنا زوج ودروك نزيد 3. نخلط مليح، ندير مغرفة بيكربونات، نزيد بعض القطرات تاع زيت العطرية. انا درت زيت الخزامه، تقدر ما تحطش خاصه اذا كان صابون تاع الماشينه عنده رائحه مليحه. ونزيد زوج كيسان تاع الخل، الخل الابيض، ونزيد زوج كيسان تاع صابون الماشينة، صابون سائل. ان شاء الله فكرة تاع اليوم عجبتكم، ولا شفتو ثقيل بزاف زيديلو قليل من الماء، يخرج كمية كبيرة،
يعني تشري قرعة تاع 3 لترات إذا كانت تستعمليها في ظرف 15 يوم، الآن راح تبقى حتى الشهرين، تحصل على 8 لترات تاع الصابون السائل من قطعة من قطعة صابون حجرة. والأواني اللي استعملناهم لازم يتغسلوا مليح. إذا كيما العادة ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكوا كل ما هو جديد، وتهموني تعليقكم الحلوين، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو جديد إن شاء الله.